دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد. مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولا منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانيا منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثا منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة ان محدش هيقدر يأذيها.